الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية وافتتاح المتحف الكبير إلى العام القادم. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا. وزيرة الصحة تصل إيطاليا حاملة رسالة تضامن الرئيس السيسي إلى الشعب الإيطالي في إطار مواجهة فيروس كورونا. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وتناول الاجتماع استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد وجه السيد الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا للظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي. كما وجه السيد الرئيس بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم. أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا، وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع. إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف، وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القوات المسلحة قامت بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية توجيها من الرئيس السيسي. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.
استقبلنا الآن شحنة من المساعدات المصرية بصحبة السيدة وزيرة الصحة المصرية، وهي أطنان من المواد الطبية الوقائية والماسكات الطبية ومواد التطهير، والشكر الجزيل للدولة المصرية على دعمها للشعب الإيطالي. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات. وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم إلى دولة إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس السيسي إلى دولة إيطاليا في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وصول الوزيرة كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق. وأشار إلى أن وزيرة الصحة ووفد القوات المسلحة قام بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتا إلى أن تلك الزيارة تأتي امتدادا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي بالأمس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتأكيده الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا. كما أشار كونتي إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. وأعربت زايد عن كامل دعم الرئيس السيسي وشعب مصر وتعازيهم للشعب الإيطالي الشقيق. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن شكره لمصر لوقوفها بجانب دولة إيطاليا ودعمها الكامل خلال تلك الأزمة، مؤكدا أن دولة إيطاليا لن تنسى الشعوب التي ساعدتها ووقفت بجانبها في ذلك الوقت. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.